لا يا بيه، معاك اخوك مفتاح عبد الرحمن عبد الكريم من المنيا. اهلا وسهلا بيك، اهلا وسهلا بيك. اتفضل. والله العظيم انا يعني بشكر، انا متابع مع سعادتك، اما اجي من الشغل اتابع مع معاليك، ده شرف ليا يا فندم. ودايما برنامجك شباك بالخير. بشكرك. اولا انا رئيس القطاع الزراعي الصحراوي لغرب المنيا. رئيس القطاع الزراعي الصحراوي لغرب المنيا. يعني حضرتك في مديريه الزراعه؟ ايوه. تمام سيادتك، احنا امال النادي باختراق الصحراء. ايوه. احنا عندنا مشكله في القطاع، والسيد وكيل الوزاره انا وهو عانينا منها كتير. اللي هي ايه؟ الميه، مفيش ميه في القطاع، الميه مش واصله القطاع. طيب الميه بتجي لكم منين اساسا؟ اما جينا من قريه 7 بتعلم ميه، اللي البهوات بتعلم ميه، السيد وكيل الوزاره قاعد معاهم، يعني السيد وكيل الوزاره الاستاذ عبد العاطي اجربها النهارده هو ورئيس المكتب بتاعه مهندس عبد العاطي الصديق وكيل الوزاره، بيتابع مع الري عشان الميه توصل. لا ده مش الري، ده احنا مش على موضوع الري. امال ايه؟ ده ميه الشرب اللي في القطاع، ميه ان انا اتوضا. ميه الشرب؟ ميه الشرب، ميه الشرب، اديني شهر القطاع ما جاش ميه. ليه بقى؟ في محطه بيعملوها جديد ولا في ايه؟ ايه السبب؟ ولا بيعملوها على حاجه، البهوات بتوع الميه يا معالي الباشا، اما يوصلوا الميه لحبايبهم الكلام ده كله وتابعينهم. تعبت انا والاستاذ عبد العاطي، تعبت انا وسعاده وكيل الوزاره، تعبنا. تعبنا في الاتصالات، وتعبنا في المكالمات معاهم. اجربها النهارده لسه، هو انا متصل عليه هو مكلم الناس. اجربها النهارده، انا رحت لمدير المحطه نفسه. رد عليك قال لك ايه مدير المحطه؟ ولا قال لي حاجه ابدا، قال لي يا عم هي المايه ضعيفه، يا عم مش عارف ايه، وما اعطانيش مضاد نافع. حاضر. شهر بحاله، شهر المايه تنقطع عن قطاع، لا انا ولا المهندسين لاقيين المايه حتى نشرب. يعني انا مستاء جدا، النهارده لما اكون قريه كامله وبعدين بنقول الناس دي بتخدم القطاع الزراعي في منطقة احنا عايزينها تتخضر، عايزينها تتعمر، فعشان الناس دي تشتغل لازم تعيش، يبقى عندهم حياة، فانت لما تقطع عنهم مية الشرب وبعدين انت بتتكلم ان السيد وكيل وزارة الزراعة ابتدى يتابع مع رئيس محطة المية ومفيش استجابة، امال المواطن العادي، المواطن اللي هو بسيط اللي هو حتى مش عارف يوصل من رئيس محطة المية يعمل ايه؟ يعني انا انتوا بعيد قوي عن الناس كده يا جماعه. الناس دي بتقول لكم عايزين ميه نشرب، الناس دي موجوده في قطاع صحراوي بتزرعوا، بتعمر الصحراء. توجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعليماته للمسؤولين ازرعوا الصحراء، الناس دي هي اللي بتزرع الصحراء، بتمنع عنهم ميه الشرب. حاضر، قول لي اسمك تاني كده لان اتقال لي اسم طويل. المهندس مفتاح عبد الرحمن عبد الكريم. مهندس مساحه عبد الرحمن. مفتاح عبد الرحمن. مفتاح عبد الكريم. مفتاح. حاضر. مهندس رئيس القطاع الزراعي الصحراوي لغرب المنيا. حاضر، انا هنتواصل مع السيد المحافظ. امال ناشدك وناشد اي حق، انا ابوس على ايديك ومش لاقين الميه دي. لا ده حقك، واحنا هنكلم السيد المحافظ دلوقتي، فريق الاعداد هيتواصل معاه. ما ينفعش ان ده شهر قطاع يقعد بحاله شهر. انتوا عندكم محطة، عندكم محطة مية، يعني في شبكة كويسة، يعني في صرف يا بيه؟ المية معدية. حاضر، بشكر حضرتك يا باشمهندس مفتاح، وكل عام وحضرتك طيب وحقك عليا، ان شاء الله هنتواصل مع السيد المحافظ.